مرحبا بكم على قناة أنوار بوست. طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات الاستعداد لتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا على نطاق واسع بحلول مطلع نوفمبر المقبل. وقال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها في رسالة بعثها إلى حكومات الولايات إنه يطلب منها بصورة عاجلة أن تقوم بكل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب جاهزة بالكامل بحلول الأول من نوفمبر 2020. وأكد ريدفيلد في رسالته على ضرورة إزالة كل العوائق الإدارية وإصدار كل التراخيص والشهادات اللازمة كي تتمكن هذه المرافق من العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدد والذي يأتي يومين فقط قبل الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن السلطات الصحية الأمريكية تستعد بسرعة للقيام بعملية توزيع واسعة النطاق لقاحات مضادة لكوفيد 19 في خريف 2020. وكان الرئيس دونالد ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر القادم قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستكون لديها هذا العام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.